تمام. اهلا بيك يا باشا. اسم حضرتك ايه؟ خالد شعبان. بقالك كام سنه شغال في المحل؟ حوالي 40 سنة. 40 سنة؟ طبعا انت عن لا للأسف انا اتعلمتها كده وحيد اللي طالع في الصناعة دي. ايه اللي حضرتك في النهاية؟ والله كانت يعني ظروفي التعليمية ما خدمتنيش قوي. فنفلت حالات كانوا ساكنين جنبينا. وانا كنت صغير فخدوني شغلوني معاهم. التعليم وكملت في المحل. حببوني في الصنعه فاتعلمتها واستمريت فيها بالرغم ان انا سبتها يعني كذا مره ومشيت، بس برضه برجع لها تاني. ممكن اعرف عن تاني مرحله؟ انا حاليا دلوقتي كده باخدها من ورا الخراط حتتين بشبكها. تمام. بشبكها بونات مثلا زي كده. بتلحمهم في بعض. بشبكها الاول كده، بعد كده بتنكرها تنكر دوت، وبعد كده بخيطها كلها تبقى كلها اللحام كلها تبقى مش حته واحده، ما بقاش فيها حاجه منوره كده ولا حاجه مفتوحه، تبقى كلها ايه حته واحده. تمام. ده بيتم مع كل القطع بتاعت النحاس ولا في حاجات ما بتتفهمش الاول؟ لا مع كل شغل النحاس، حتى شغل الصاج برضو. انا برضو عندي صاج برضه بيتلحم زيه زي النحاس كده. المرحله دي لازم تبقى المرحله الثانيه بعد الخراط على طول. طب الطبق اللي هو ليه تعامل ثاني؟ الطبق الطاير او الطبق ابو بوز اللي هو زي بتاعت الطبق دوت، اللي هو زي الطبق ده مثلا كده. ده مثلا بيطلع من عند الخراط يروح للنشار يتنشر، يروح لبتاع التخريم يتخرم، وبعد كده يجي يتلحم من هنا. وبعد كده اروح لبتاع التخريم تاني يتخرم مكان الايه؟ اللحام، حتى اللحام كده ما بيبقاش جاي. ايوه. الطبق اللي زي دوت او الاكبر او الاصغر. اي انواع من انواع الاطباق. ما عدا كده المرحله الثانيه بتبقى لحام على طول. ما عدا كده كل جميع الكور او النعومات او اي حاجه طويله اكله، اي حاجه في نعومات عندك ايه برضو في نحل حاجات زي كده برضو بتطلع من عند الخراط على اللحام الاول. ليها برضه نص عندك تطلع عند الخراط على اللحام، لا ليها نص مفتوح مش هتعرف تجيبه انت، مش هتعرف تجيبه. دي بيبقى ليها نص تاني. دي ليها نص برضه مفتوح. مش بتاعتها برضه. تمام. ايه المرحلة اللي بعد دي؟ اللي بعد اللحام بتروح للدقاق اللي هو النحاس. بياخد اللحام دوت يدق عليه. ينعمه. ينعمه تخليها تبقى ناعمه زيها زي الايه؟ زي الخامه بتاعت النحاس كده بالظبط. تستنفر تبقى كانها حته واحده. بعد كده بتروح للنقاش. تنقشها وتروح لبتاع التخريم تتخرم وتتجلف وتستنفر وترجع بقى تروح للتلف.